الخير، صباح النور، مرحبا بكل من التحق بنا في نسمة الصباح اللي تعود اليوم على القناة الوطنية الأولى، وإن شاء الله تقضيوا معنا وقت ممتع حتى للتسعة متاع الصباح. اليوم بصفة استثنائية ركزنا على موضوع، بما أنه اليوم نحتفل باليوم العالمي للمسنين، حبينا تكون أبرز فقرات الحصة متعلقة بالموضوع هذا، نظرا لأهمية الفئة العمرية هذه، ويلزمها عناية خاصة ورعاية خاصة، ويلزم زيادة إعطائها أهمية أكثر في المجتمع من خلال الاهتمام بكفاءتها وخبراتها زادة. علاش لا؟ حبينا ناخذ توا الجانب الصحي، بما انه اهم جانب يهم المسنين حتى يكونوا ديما في صحه جيده ويحافظوا على صحتهم، باش ناخذوا جانب التغذيه وكذلك البرنامج الخاص برعايه المسنين. نحب نرحب بضيفتنا اخصائيه التغذيه وصديقه البرنامج هدى سعيد. مرحبا بك هدى. يعيشك. بون غوتور. ميرسي. ونحب نرحب بسي فيصل السمعلي اللي هو ممثل البرنامج الوطني للرعايه الصحيه للمسنين. مرحبا بك سي فيصل. نبدأ بالحديث عن التغذية الخاصة بالمسنين. احنا تحدثنا في أكثر من مرة على الموضوع هذايا. يمكن التونسي كيكون عنده مسن في العائلة يعيشه من ناحية التغذية متاعه كيف وكيف ناس الكل ساعات، ومرات الحالة متاعه الصحية تخليه ما يخش كيف ما يلزم فيتامينات وما نفيقوش به هذايا هدى، وانت ديما تأكد عليه. كان نحكي على خصوصية المسن اللي تخليه عنده تغذية خاصة، معناتها المسن معناتها كيف ما الكهل، يعني ما يسحق كيف ما الكهل والا اكثر مش اقل. احنا عاده نقولوا كبر المراه ولا الراجل ما يسالش ما يسحقش على خاطر ما عادش يقوم بالحركات ولا ما عادش معناتها هكا قاعد ما يسالش. لا العكس، معناتها المسن يلزمو عنايه خاصه. هما فما ثلاثة حاجات اللي عادة يتعرض لهم، يلزمنا ديما نحافظوا نشوفوا معناتها السنين نتاعو والزروس نتاعو والفم نتاعو عادة كيف يركبوا فم، يوليوا يهربوا من المخزن ومن الحاجات اللي يحملهم في سنيهم، يولي مش ما ياخذ يعطي أهمية للحكاية، يولي ما عادش ما عادش يحب ياكل اللحم، ما عادش يحب ياكل الخبز، فما حاجات اللي يبعد عليهم ولا الخضرة تحلو في سنيه. ثاني حاجة المسن زاد ما عادش يفيق برشا ما عادش يحب برشا الجو نتاع الملح، يولي يميل للسكريات، دونك يولي يكثر في ماكلة اللي هو يتلذذها لكن ما تعطيهش منافع. وثالث حاجة بالطبيعة اللي نجم يتعرض لها هذي عند الناس الكل رجال ونساء هي هشاشة العظام، يعني فما لازمنا نشوفوا من ناحية الكالسيوم، نشوفوا الحالة نتاع سنيه ونحاولوا ما نخليهوش ياكل كان السكر وقت اللي يجوع، نعطيوه وجبة متكاملة باش يوفر البروتينات اللي هما عندهم قيمة كبيرة، على خاطر راهو يفقد الكتلة العضلية. رانا مع العمر نفقدوا من 20-40% من الميسكل نتاعنا. دونك يترخفوا لي ميسكل، يولي الانسان ما عادش معناتها ينجم يمشي وعنده جايع اثر اكل الفقدان الميسكل. هوني يلزمنا ان نشدوا صحيح في نوعيه البروتينات اللي لازمنا نوفروها باش يخلي ديما الميسكل نتاعو معناتها العضلات في صحه جيده. باش نرجع لك هدى، خلينا نحكي شويه مع سي فيصل. كما قلت اللي هو يمثل البرنامج الوطني للرعايه الصحيه للمسنين، كيف نقولوا